ما شاء الله تبارك الله، نوضح لكم اليوم طريقتنا في تربية الدجاج البلدي وكيف نحافظ على إنتاج البيض. مثل ما أنتم شايفين نوفر له الخضار يوميا بنسبة 30%، والخضار ما تكون وجبة رئيسية أبدا، تكون وجبة مساعدة. الدجاج حساس جدا، إذا قللنا عليه الأكل يسبب له افتراس وضعف نمو وتوقف إنتاج البيض، وإذا زودنا لها الأكل أكثر من حاجته يسبب له تكيس مبايض وتوقف إنتاج البيض. عشان كذا لابد نوفر له أكل بما يكفي حاجته فقط ويكون مرتين يوميا. وبالنسبة للسقايات لابد ننظفها يوميا عشان نحافظ على صحة الدجاج. ودرجة الحرارة يفضل تكون بين 33 إلى 27 درجة، وأي ارتفاع أو انخفاض في درجة الحرارة يؤثر على إنتاج البيض.